50 قاضيا اليمين قانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي الدستورية والتمييز المستشار يوسف المطاوع اليوم بمناسبة تعيينهم قضاة بالمحكمة الكلية. وهنأ المستشار يوسف المطاوع في كلمة وجهها للقضاة الجدد بحضور رئيس المحكمة الكلية المستشار عادل بورسلي على الالتحاق بسلك القضاء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار السعي لتكويت القضاء. وبين المستشار المطاوع للقضاء تبعات المسؤولية التي يتحملونها والواجبات التي يجب الالتزام بها، وحثهم على السعي لتحقيق العدل وتحقيق مصالح المتقاضين. وعن شمول الدفعة على عدد من القاضيات، ذكر أن تجربة عمل القاضيات يقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة.